الأنثروبولوجيا ماذا تعني؟ تخيل حكاية من باطن الأرض ينفض عنها غبار السنين، آلاف السنين، لتظهر ماثلة أمامك بكل اختلافاتها، فتساعدك على فهم غموضها وتفسير عالمك بشكل أفضل. وهذا ما تفعله الأنثروبولوجيا، فهي دراسة تطور البشرية بكل معنى الكلمة. إنها دراسة كل شيء وأي شيء يجعلنا بشرا، لكن الأنثروبولوجيا بحاجة ماسة لما يسمى بالإثنولوجيا كي تحقق أهدافها والنتائج المطلوبة، والعكس صحيح. فما هو الفرق بينهما؟ وما العلاقة بين الاثنين؟ قبل البحث في تلك العلاقة، علينا أن نعرف معنى أو تفسير كل من المصطلحين. وتأتي الأنثروبولوجيا من الكلمة اليونانية أنثروبوس وتعني الإنسان، وهي دراسة واسعة لأصول الإنسان. أما الإثنولوجيا فتتكون من كلمتين إغريقيتين هما إثنوس وتعني عرق، ولوغوس وتعني علم، وهي دراسة الأعراق البشرية وسلالات الشعوب من حيث خصائصها كالعادات والتقاليد وأنماطها المعيشية واللغات وغيرها. وأما علاقة الأنثروبولوجيا بالإثنولوجيا فالأخيرة جزء لا يتجزأ من الأنثروبولوجيا التي تدرس خصائص المجتمعات البشرية، في حين تقوم الإثنولوجيا بدراسة الأعراق البشرية بالتحليل والمقارنة، على سبيل المثال بين قوانين الشعوب البدائية كالنسب الأبوي أو الأمومي وبين طرائق الزواج المختلفة. ولكن كيف يعمل علماء الأنثروبولوجيا؟ يدرس علماء الأنثروبولوجيا تطور المجتمعات البشرية من خلال طرح أسئلة مثل: كيف أصبحنا بشراً؟ ومن هم أسلافنا؟ أو كيف تغيرنا ثقافياً وبيولوجياً بمرور الوقت؟ ففي علم الآثار يتم البحث عن الأشياء المادية التي خلفها البشر عبر العصور، بما في ذلك الأدوات والمجوهرات والمال والأزياء والموسيقى والطعام وحتى القمامة، لتحديد كيف عاشوا في تلك الحقبة وكيف ماتوا، وأيضاً تحليل انعكاس اللغات المختلفة وحتى المنقرضة منها على أنماط الحياة. واليوم أصبح بإمكان الأنثروبولوجيا بالاعتماد على التقنيات الحديثة كشف وتحليل معلومات أكثر تعقيداً حول الشعوب والثقافات، ويمكن إيجاز ما سبق بما قام به خبراء في حضارة الأنباط بمحافظة العلا مؤخراً. نجحوا بترميم وجه امرأة تعود للعصر النبطي في السعودية تعرف باسم هنات، وأعادوا شكلها للحياة بعد اكتشاف رفاتها في مقبرة بمدينة الحجر في عام 2008. ويعتقد الخبراء أن هنات توفيت قبل أكثر من 2000 عام، وكانت ذات مكانة رفيعة في مجتمعها، بما أنها كانت تمتلك ثروة كافية للحصول على مقبرة خاصة بها في الحجر. وبمساعدة فريق من خبراء الأنثروبولوجيا أصدر ملف تعريفي مزود بصور لملابس هنات ومجوهراتها، في محاولة لمزيد من الفهم لحضارة الأنباط التي ما يزال في جعبتها مثل الحضارات القديمة حول العالم الكثير من القصص والأسرار.